حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنا علاء الصالح وهذه حلقة جديدة من استديو التاسعة. إلى متى سيظل الحوثيون يهددون أمن الخليج؟ قصف الإمارات كأنه سيصبح خبرا عاديا بعد 7 سنوات على الحرب في اليمن، من أين لهم هذه القوة وهذه الجرأة؟ من يحمي الحوثيين حقيقة ويمدهم بالسلاح؟ كيف يمكن التعامل مع هذا التهديد الاستراتيجي المتواصل؟ وكيف يمكن بالفعل أن ينتهي؟ وكيف يمكن للحرب في اليمن أن تنتهي لتعصم أيضا دماء الأبرياء في اليمن ودماؤهم عزيزة وكدماء أي بريء في هذه المنطقة؟ نحاول أن نتعرف على آخر تطورات المشهد اليمني في ظل استمرار العدوان أيضا على مأرب من قبل الحوثيين وقصفهم لمأرب بصواريخ باليستية، ونتساءل أيضا وأيضا عن دور لواء العمالقة وكيف سيؤثر على مشهد المعارك وتطورات الميدانية في الأيام القادمة بعد الإعلان عن إعادة التموضع في شبوة مؤخرا. للحديث حول كل هذا وغيره يشرفنا أن يكون معنا هنا في الاستديو الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أستاذ ياسين، أهلا مرحبا بكم معنا، منورنا كالعادة في استديو التاسعة، وأشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا رغم الظرف العائلي لديكم بوفاة عمكم عظم الله وأجركم وأثابكم خيرا وعوضكم خيرا، وشكرا جزيلا لحضورك. شكرا جزيلا، أجركم عظيم، وتحية لك وللمشاهدين. بارك الله فيك أستاذ ياسين. كالعادة سنغوص في تفاصيل المشهد اليمني وما يحصل مؤخرا بالنسبة لقصف الإمارات، تزامنا أيضا مع زيارة رئيس الكيان الإسرائيلي إلى الإمارات، ولكن بعد تقرير كالعادة أعده زميلنا محمد أبو شمالة. نتابع هذا التقرير مشاهدينا ثم نبدأ حوارنا، تفضل. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام، نعود ونرحب بضيفنا العزيز الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أستاذ ياسين، كأنه الحرب في اليمن تنتقل إلى مرحلة جديدة من خلال هذا الاستهداف المتكرر للإمارات بالتحديد، أي عنوان لهذا التحول؟ أي عنوان للحرب في اليمن اليوم بتقديرك أستاذ ياسين؟ أعتقد أنها تأتي في سياق تسوية الأرضية الجيوسياسية لليمن، وهنا أشير بشكل واضح إلى أولويات التحالف بشكل خاص، ولهذا نرى هذا التصعيد من جانب التحالف والذي يستفيد من أوراق عديدة، منها الموقف الأمريكي واليأس الأمريكي حيال الحوثيين وإيران، ويستفيد أيضا من التحولات التي حدثت على الأرض وجهوزية الأدوات التي أعدها لمثل هذه المعارك. طيب أستاذ ياسين، على مدى 7 سنوات من الحرب في اليمن، الحرب التي أطلقها التحالف على الحوثيين بعد انقلابهم واعتدائهم على اليمنيين، الحرب استمرت لم تحسم عسكريا، وبدل القضاء على ميليشيا الحوثي التي سعت للهيمنة على اليمن، الآن نتابع قصف الحوثيين للإمارات، يعني وهذه مفارقة كبرى، من أين للحوثيين هذه القدرة وهذه الجرأة؟ الحوثيين استفادوا في الحقيقة من الهامش الذي تركه التحالف نفسه، يعني عليك أن تتخيل بأن التحالف مثلا ينسحب من الحديدة من طرف واحد دون أي مكاسب، لا سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا أي شيء آخر، بل أنه ضحى بالحضن الاجتماعية للشرعية في هذه المناطق، وترك المجال مفتوحا للحوثيين ليتصرفوا في تلك المنطقة، ثم عاد ليطلق الاتهامات بأن الحديدة وموانئها يتم من خلالها يعني تهريب الأسلحة النوعية، بل وإطلاق بعض الأسلحة والقذائف والصواريخ من هذه المناطق. في الحقيقة الحوثيين استفادوا من هذا الهامش الذي ترك لهم. المعركة لم تشتد على الحوثيين في أي مرحلة من المراحل. الضربات الأولى استهدفت الأسلحة التي كان التحالف يخشاها عندما وضعت بيد الحوثيين، لكن منذ بداية الضربات كان قد فتح قنوات خلفية للاتصال مع الحوثيين، وكان الهدف وفق الأجواء السياسية لتلك المرحلة هو أن تكون هذه الحرب مكملة للثورة المضادة نفسها، بمعنى أنها
الحرب في تلك المرحلة في بدايات الحرب كانت تستوعب الحوثيين كطرف بديل لقوى التغيير التي أسس السلطة الانتقالية في اليمن. ثم جاءت يعني كان هناك موقف من الإدارة الأمريكية الديمقراطية في عهد أوباما والتي منحت الإيرانيين فرصة كبيرة وتمكين حقيقي في المنطقة. فالمنظومة الإيرانية بشكل خاص استغلت هذه الحرب لصالحها وكان لديها هامش للتصرف لأن الأنظار كلها كانت تتجه لقوى التغيير باعتبارها هي الهدف وهذا ما أفصحت عنه الإمارات. ثم جاءت إدارة ترامب فحدثت متغيرات كثيرة. مشكلة الحرب في اليمن أنها كانت تتأثر بالغطاء الدولي لهذا الحرب فإدارة ترامب عملت تغيرات هائلة في الحقيقة منحت غطاء للتحالف ليتصرف في اليمن كيفما يريد. هذا الأمر غذى نزعة التحالف لكي يذهب إلى أبعد من مجرد القضاء على ثورة الربيع العربي في اليمن، ذهب إلى إمكانية فرض خيارات جيوسياسية منها التقسيم على سبيل المثال. لكن أستاذ ياسين اسمح لي أنا أتحدث عن الحوثيين بالتحديد لأنه كما تعلمون في هذه السنوات مؤخرا أصبح خبر قصف السعودية كمان خبرا عاديا، يعني ضربوا أرامكو، قصفوا الرياض. ليس هم على فكرة يعني الضربات المؤثرة لم تكن من الحوثيين وإنما باسم الحوثيين وهذا الأمر أنا أعتقد أنه من إيران بشكل مباشر. نعم هذا الأمر نوقش بشكل صريح ومباشر، إيران منحت الفرصة لكي تمارس كل هذا الابتزاز الخطير جدا ضد هذه الدول. بطبيعة الحال ما بقي الحوثيون أقوياء في الداخل، ما بقيوا يعني مسيطرين على الجزء الأهم من جغرافية البلاد والكتلة السكانية الأهم في البلاد فسيظلون مصدر خطر كبير. بطبيعة الحال الحوثيون لا يمتلكون تلك الخيارات التي بإمكانهم أن يستمروا معها في إيذاء السعودية والإمارات. المسألة تتعلق بإيران، إيران لا يمكن لها أن تحقق ما تحققه اليوم لولا وجود منصة. أنا أنظر إلى الحوثيين باعتبارهم منصة، يعني منصة أتيحت لإيران لم تكن تتخيلها في الواقع، لم تكن تتصور أنها بالإمكان أن تضع يدها على صنعاء وعلى الكتلة السكانية الأكبر في اليمن. لكن الإمارات لم تكن الإمارات لم تكن هدفا للقصف، يعني الإمارات الهجمات لن تتكرر. نعم 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 لم يعد الأمر مجرد رسالة. الإمارات تلقت الإشارات الأولى من إيران، هذه الإشارات جاءت عن طريق هجمات استهدفت موانئ الإمارات، استهدفت العمق الإماراتي نفسه بطريقة أخطر مما نراه اليوم. عندما وجدت نفسها أمام تفجيرات تطال سفن راسية في ميناء الفجيرة كانت هذه رسالة من إيران. بطبيعة الحال الذي قام بهذه المهمة ليس الحوثيين، الإمارات سرعان ما غيرت استراتيجيتها. وفي الواقع الإمارات كانت تتخادم مع إيران فيما يتعلق بالتقاء الأهداف، الإمارات كانت حريصة على القضاء على الأخوان المسلمين وهو توصيف أصبح يشمل كل قوى التغيير في اليمن، يشمل ثورة التغيير بكل حواملها السياسية. وهذا الأمر كانت تلتقي فيه مع إيران في 19 في 2019 بعد أن تلقت ضربات في عمقها الداخلي انسحبت من اليمن عسكريا، أصبحت في مأمن من الضربات الإيرانية. لكن تطورت الأمور في اليمن بعد أن تحدث التحول الجوهري في موقف الإدارة الأمريكية الحالية. جاءت الإدارة الأمريكية وهي تتبنى الحوثيين، أخرجتهم من قائمة الإرهاب، ثم اعتقدت أن بالإمكان وعن طريق الدبلوماسية أن تصل إلى هدف حل النزاع في اليمن. وهذا الحل بطبيعة الحال سيعطي الحوثيين حصة سياسية كبيرة، لكن يأست الإدارة الأمريكية من إمكانية التوصل إلى حل مع الحوثيين، فهذا أعطى التحالف نفس لكي يعيد التصرف بالكيفية التي تصرف فيها في عهد ترامب. لكن هذه المرة يبدو أنه قرر أن يمضي قدما، خيار تقسيم اليمن لم يعد ممكنا الآن على الأقل، إذا الأمريكية ربما لا تسمح بهذا الخيار، لهذا أرادت أن تمكن أدواتها أن تبقي على تقسيم شمال جنوب، بالإمكان أن تدفع باتجاه دولة جديدة سلطة جديدة. هذا الأمر بطبيعة الحال سيخصم كثير من نصيب من الحصة السياسية
والعسكرية للحوثيين. هذا الأمر اقتضى أن يتم التصعيد العسكري باتجاه الحوثيين بالكيفية التي رأيناها اليوم. الأمر لا يتعلق بضرب تواجدهم العسكري أو تموضعاتهم العسكرية، وإنما ضرب مكامنهم في صنعاء. وأنا أعتقد أنه التصعيد في صنعاء هو الأخطر بالنسبة للحوثيين ومؤلم جدا. وبسبب هذا التصعيد سواء في مأرب وفي شبوة، دعني ألفت النظر إلى قضية مهمة. القضية المهمة الأولى هو أن التصعيد العسكري الميداني أفقد الحوثيين وإيران فرصة استعادة مأرب أو إسقاط مأرب، وهذا وإسقاط مأرب كان هدفا إيرانيا خالصا في تقديري، وهدفا استراتيجيا رأته إيران تحولا مفصليا في على مستوى الإقليم بالنسبة لها، ورهنت عليه وبنت عليه آمال كثيرة وتطلعات كثيرة. هذا الخيار أسقط بفعل التغير الميداني. لكن لاحظ ما هو التغير الميداني؟ كل ما في الأمر أن التحالف منح الجيش أسلحة. بس ميدانيا ألا ترى بأن الحوثيين نقلوا المعركة إلى ملعب جديد الآن، الملعب الإماراتي؟ هم لم ينقلوا إلى ملعب جديد. الأذى الألم الذي شعروا فيه في مأرب، والذي شعروا به من خلال الضربات المؤلمة في صنعاء، لأنها استهدفت ملاذات آمنة للقيادة الحوثية، فكان لابد من إيقاف هذا التصعيد من خلال الإرسال صواريخ إلى الإمارات. الإمارات هي الدولة الأكثر حساسية للهجمات التي تستهدفها، بعكس الرياض. الرياض أو السعودية باتت مستوعبة لهذه الضربات وارتفعت كفاءتها في التعاطي مع الطائرة المسيرة. الصواريخ التي تستهدف أبوظبي أنا أعتقد أنها أعدت خصيصا لهذا الهدف. حتى الصواريخ التي تطلق باتجاه السعودية قلت لأن السعودية تعرف أن هناك عمق كبير جدا، واستطاعت أن تتعامل مع هذا الهدف، مع أن السعودية تشكو اليوم من نزيف لمنظومتها، منظومة الدفاع الجوي بالغة الكلفة وباهظة الكلفة. لكن واضح بأن المنظومة الأمنية لديها حساسية خاصة فيما يتعلق بالهجمات، ولهذا ثارت ثائرتها. هذه لا شك أن استهداف الإمارات أحدث حالة من الردع، لكن لم تصل إلى حد منع الإمارات من الاستمرار في الانخراط بالعملية العسكرية، لأن الإمارات اليوم هي ماضية في وضع اللمسة الأخيرة على المعركة، وهي لا تريد أن تبتعد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الحرب. طيب، كلام مهم سأكمل معك حوله، لكن اسمح لي نشرك معنا عبر سكايب الدكتور ناصر المصري المحلل السياسي الكويتي. دكتور ناصر، أهلا ومرحبا بك معنا في استديو التاسعة. حياكم الله، اهلا وسهلا، اشرف اول لقاء معكم وعلى الرحب والسعه. يا مرحبا، بتنورنا دائما دكتور ناصر. لم نعد نتحدث عن ضربه او مجرد رساله من الحوثيين باتجاه الامارات اليوم بعد قصف السعوديه مرات عديده، كان خبر قصف الامارات سيصبح ايضا خبرا عاديا. ما الذي قلب الموازين دكتور ناصر لتكسر خطوط حمراء بهذه الطريقة في الخليج؟ جزاك الله خير. أولا أنا ودي أركز على كلمة الخليج، هو الخليج العربي، وهي رسالة واضحة لإيران وأتباع إيران في المنطقة. اثنين، قضية من كسر ماذا، هذا موضوع ممكن نتناقش فيه، بس لازم نحط الأشياء بمسمياتها. الصواريخ الحوثية هي صواريخ مصنعة في إيران أو مستوردة من دول مثل كوريا الشمالية، الصين، أو أي دولة أخرى، ودخلت الأراضي الإيرانية بعلم الأمم المتحدة، إما عن طريق المطار أو عن طريق ميناء الحديدة أو الموانئ الأخرى. والحوثي ما هو إلا أداة بيد إيران لضربنا، وبالتالي الاعتداء على السعودية أو الاعتداء على الإمارات لازم نفكر فيه بالأمن الجماعي لنا ككل، منظومة دول مجلس التعاون الخليجي اللي قاعد يصير في الإمارات راح يضرنا إحنا، وإذا سكتنا على الإمارات الدور جاي علينا، سواء كان بالكويت أو في البحرين أو في قطر أو في عمان، تتوقف على درجة علاقة بينه وبين العدو الإيراني الموجود. وبالتالي الرسائل لازم تكون واضحة، هذه اللي قاعد يوصل لنا الآن بيد حوثية بعقل بأمر إيراني، وبالتالي احنا لازم نتفاهم مع العقل رأس المدبر كما نتعامل بقطع الأيدي الموجودة سواء مع الحوثي في اليمن أو حزب الله في لبنان أو حزب الدعوة أو الحشد الشعبي في العراق أو في أماكن أخرى في سوريا. هذا هو المفروض يصير. ما هو هنا المفارقة يا دكتور، أنه 7 سنوات من الحرب على الحوثيين
لم تقطع يدهم بل ازدادت طولا. لا لا طال عمرك، لا لا طال عمرك، خليني اقول لك انا شيء. اولا احنا لا نقاتل حوثي، وهذا ايضا ترى المسمى الاخر، احنا قاعد نقاتل الحرس الثوري الايراني اللي امتداداته الطبيعيه هي حزب الله وحزب الدعوه والحشد الشعبي والحوثي، وبالتالي احنا قاعد راس مثل ما قلت لك ايران مع اذرعتها الموجوده. اثنين، احنا صار لنا 7 سنوات نقاتل صح، لكن ما نقاتل حوثي بروحه. هناك شيء اسمه الجيش اليمني الشمالي، والجيش اليمني الشمالي تم بناءه من خلال 30 أو 40 عام، ومعظمه مسلح كان بأسلحة شرقية ثم أسلحة غربية أيضا. بالتالي لازم نكون واضحين في هذه المسألة، إحنا قتالنا مو مع الحوثي فقط، القاعدة الشعبية الموجودة اللي قابلة بهذا الحوثي هي قاعدة أيضا لابد من مقاتلتها. والدور قادم، والدور قادم على الكويت، الدور قادم، الدور قادم على الكويت وقطر وعمان 100%. إذا سكتنا عن هذا الدور جاي علينا، أنا متوقع هذا الأمر، وهذا شيء طبيعي، هذه إيران وهذا اللي تسويه كله. إحنا عارفين الرسائل قاعد توصل، بس إحنا نتغابى نسوي روحنا ما نفهم. لا إحنا فاهمين العدو الإيراني شو يسوي فينا، وفاهمين دور الأمم المتحدة، وفاهمين دور الأمريكي في المنطقة. أكو واحد عاقل يدخل حوثي في منظومة الإرهاب ثم يأتي بايدن يشيله مرة ثانية اللي هو امتداد أصلاً لأوباما؟ أكو واحد عاقل يقول إحنا قاعد نقاتل حوثي وقاعد نقاتل إيراني، فجأة يقطع عنا الذخيرة ويفاوضنا في طائرات F-35؟ قالوا لنا الإماراتيين ممكن نفكر إحنا بطريقة أخرى. ليش هذا كله قاعد يسوونه؟ ما يدري الأمريكي شو اللي قاعد يسويه؟ ما يدري البريطاني وأوروبا شو اللي قاعد يصير؟ ما تدري الأمم المتحدة شنو اللي قاعد يصير؟ شو معنى هذا كله على حسابنا؟ شو معنى إحنا اللي ننضرب وتضرب تجمعاتنا المدنية وهو لا يضرب؟ ليش إحنا تضرب مطاراتنا ولا يضرب مطارة؟ ليش إحنا مقدراتنا النفطية تضرب وتحرق مثل ما كان في بقية؟ طيب أريد أن أعود للأستاذ ياسين التميمي، لكن أيضا سريعا دكتور ناصر، ما هو لماذا لم تحسم الحرب طيلة هذه السنوات في اليمن؟ لأن كل ما نتقدم طال عمرك يردون قرارات الأمم المتحدة، ممثل الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، بريطانيا، المندوب البريطاني، المندوب الأمريكي. طرح كان دائما يا أخواني قلنا من زمان، والله ما همنا لا طرح أمريكا ولا بريطانيا ولا طرح ممثل الأمم المتحدة، بل طرده الأصل فيها. يجب مهاجمة كل دكتور، خلينا نحكي بصراحة، لا خلينا نحكي بصراحة، أو لأنه بوصلة دول التحالف كما يقول البعض ضاعت في اليمن. يعني مثلا الإمارات بدل التركيز على حرب الحوثيين انشغلت بسقطرة، انشغلت بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب، انشغلت بشيطنة وحرب الإصلاح، فضاعت البوصلة والآن تدفع الثمن، هكذا يقول البعض. يقال يقولون احنا بالنسبة لنا لا، هذا شغل جانبي، الشغل الرئيسي احنا في قوات التحالف لازم نعتبر الحوثي عدو، ومن يقف مع العدو عدو، ومن يسكت عن العدو هو عدو مثله. وبالتالي بوصلتنا واضحة، الطرح بأن هذه الأيدي الموجودة في اليمن يجب أن تقطع، ومن يدافع عنها يجب أن يطرد، أولهم مثل الأمم المتحدة. اثنين، يجب أن ندفع بقوة الآن إلى كل الموانئ البحرية الموجودة وبالذات الحديدة، يجب تحريرها بأي وسيلة. الثالثة، كما نضرب في تجمعات السكانية يجب أن تضرب مجمعات السكانية، وكما تضرب منشآت النفطية تضرب منشآت النفطية، ومثل ما صار الهجوم على المطار من زمان. لا، إلا التجمعات السكانية يا دكتور، لا التجمعات السكانية يعني تبقى هذه جريمة حرب النهاية إذا فعلها مجرمون. لا لحظة، جريمة حرب عندك وعندي صح؟ شو معنى علينا إحنا مو جريمة حرب؟ لا، ما أنت الآن تدين، ما أنت تدين الحوثيين لأنهم ارتكبوا هجمات. الحوثي يدان ويضرب في عقر داره. طيب، لازم يألم مثل ما نألم، ولازم نسقط ضحايا مثل ما سقطنا ضحايا. خليك دكتور ناصر، تمام، وصلت دكتور ناصر، احنا سنواصل الحوار. استاذ ياسين التميمي، استمعت للدكتور ناصر، هل تريد ان تعقب قبل ان اطرح عليك سؤالا؟ نعم، احيي الدكتور ناصر واحيي طرحه المباشر والواقعي، لكن اريد ان الفت نظره الى شيء مهم جدا. تفضل. لا ينبغي ان يكون الحوثي مكافئ للتحالف، التحالف قوة منضبطة مسؤولة تمثل دول محترمة تخضع للقانون الدولي، تتعامل مع الشعب اليمني على أنه من مسؤوليتها الأخلاقية
الحوثي لا يسيطر على المجامع السكانية، الحوثي لا يتمتع بحاضنة. عندما تستهدف السكان الذين يقعون تحت سيطرة الحوثي فأنت توسع من نطاق قاعدته الشعبية. الحوثي اليوم لا يتمتع بحاضنة شعبية، هو اليوم يتبنى منهج واسع النطاق لإعادة تطييف المجتمع اليمني خصوصا في المناطق الزيدية، ويركز على الناشئة وعلى الطفولة على وجه الخصوص. لكن هناك رفض واسع جدا في تلك المناطق. كان الجيش الوطني على مشارف صنعاء واستهدف وتم التآمر عليه وجففت موارده وحرم من السلاح وقصف أكثر من مرة من قبل التحالف. للأسف التحالف بالغ في استهداف شركائه في الميدان، خدعهم، خانهم، يعني شيطنهم إلى حد كبير، وصمهم بكل الصفات القبيحة حتى يتخفف من الالتزامات المفترضة عليه. خلال 7 سنوات كان عليه أن يسرع، وكان عليه أن يعتمد على القوى اليمنية التي ستدحر الحوثيين وستقاتلهم. كان عليه أن يخفف من تدخله العسكري مقابل أن يتمكن الجيش الوطني والقوى التي تقاتل معه في إطار الشرعية من المواصلة القتال بالإمكانية المناسبة. لأن هو كما قال الدكتور ناصر، يعني هناك جيش اليمن الشمالي، الجيش اليمن الشمالي لم يضع تحت تصرف الحوثيين، لأن كثير من أفراده انصرفوا، ابتعدوا عنه في بعد أن قتل علي عبد الله صالح، لكن هو استولى على تركة هذا الجيش من الأسلحة الثقيلة، وكفت الأسلحة تقريبا، وهو اليوم يستخدم هذه الأسلحة في مقاتلة الشعب اليمني. فلكن حتى هذه الأسلحة ننظر إلى أين وصلنا يا أستاذ. هذه الأسلحة خليني أسألك إحنا كنا نسمع من أيام الثورة السورية أنه إذا هزمت الثورة السورية وانتصرت إيران في سوريا فالدور قادم على دول الخليج، والآن دكتور ناصر يقول لك الدور جاي على الكويت وعلى قطر وحتى على عمان. هل هذا السياق الطبيعي الذي تطورت من خلاله الأمور؟ الكويت تحديدا بلد مستهدف من إيران، وكان قد تعرض عمليا لمحاولة. أنا في يعني هناك أنباء عن أن الحرس الثوري لغم الكويت بأفراد من عناصره، وهؤلاء العناصر كانوا يعملون كحراس في المباني إلى آخره، ولديهم أسلحة، والحديث طال حول الأسلحة المدفونة والتي تم اكتشافها من قبل المخابرات الكويتية، وتم القضاء والحمد لله على 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 التنظيم الذي كانت إيران قد زرعته في الكويت. الكويت هدف، قطر هدف، وكلها أهداف سهلة على فكرة. الإمارات هدف. إيران اليوم تتعامل يعني مع كل طرف على حدة، سوف تنال من السعودية وتنال من الإمارات وتنال من قطر وتنال من عمان وتنال من الكويت إلى آخره. لكن من الذي فكك هذه المنظومة التي كانت متماسكة؟ من الذي دمر هذا البنيان الصلب المتماسك؟ السياسات الغبية. بس هل تتفق مع دكتور ناصر قبل أن أعود إليه؟ أتفق. إلى أنه الحرب لم تحسم على مدى كل هذه السنوات لأن المواجهة تتم مع الحرس الثوري بشكل مباشر وليس فقط مع الحوثيين. لا أتفق معه. الحرس الثوري استفاد. يعني ألم يكن بالإمكان الحرس الثوري عسكريا؟ الحرس الثوري استفاد أولا من إيصال الحوثيين إلى صنعاء، وهذه المهمة تمت بدعم كامل من السعودية والإمارات. هذا الأمر لا ينبغي أن يذهب من ذاكرتنا. الذي أوصل الحوثيين إلى صنعاء السعودية والإمارات. كان ممكن حسم المعركة في اليمن كان عسكريا. كان حسم المعركة. الجيش على مشارف صنعاء، وصنعاء كانت يعني تنتظر وصول هذا الجيش بشغف. تمام. دكتور ناصر، كم من وقت يعني خيضت المعارك على تخوم صنعاء كما قال لك الأستاذ ياسين على نهم؟ يعني احنا حتى بالأخبار مللنا من تكرار كلمة مديرية نهم. لم تحسم الأمور، التحالف انشغل بأمور جانبية كما أشرت لك سابقا. إذن اليوم تطور الأمور ووصول الحوثيين إلى تخوم مأرب، والآن وصولهم بالقصف إلى أبو ظبي، هذا يتحمل مسؤوليته أيضا التحالف الذي لم يحسم الأمور عسكريا. شوف طال عمرك، أنا راح أقول لك وجهة نظري ولن أحمل مسؤولية أحد. هذا الامتداد اللي تشوفه، لو قطعنا يد إيران من زمان في هذه المنطقة لما صار هذا كله. الحديث طال عمرك مو من 7 سنوات، احنا نتكلم من 79، من بداية سقوط الشاه وظهور الثورة في إيران، ثم
تصديرها، ثم الحرب العراقية الإيرانية، ثم ظهور مكونات أمل وحزب الله داخل لبنان، ثم ارتباطها منظمة التحرير الفلسطينية، ثم الادعاء بحروبهم ضد العدو الإسرائيلي وانت ماشي، وصولا إلى تفجيراتهم داخل الكويت وخطف الطائرات ومحاولة اغتيال صاحب السمو. هذا كله فترة الثمانينات ولم نتعلم الدرس، ومشينا على هذه الحالة إلى الآن. اللي احنا قاعد نطرحها طرح بسيط جدا، ما يفعل العدو الإيراني في العالم العربي يحتاج إلى قطع ذراعه. حتى نقوم بهذه المهمة لابد من قتاله في اليمن، وقتاله في سوريا، وقتاله في العراق وفي الأحواز، وتحريك إخواننا البلوش من جهة أخرى، وتحريك المنظومة الإيرانية المعادية لنظام الحكم الملالي الموجود في طهران، زائد تحريك العالم هذا كله اللي يدعي أنه لمصالح معينة معنا بطريقة أو بأخرى، وتكوين منظومة الدفاع مالتنا الطبيعية داخل منظومة دول مجلس التعاون، ثم تكبيرها مع الوطنيين السوريين والعراقيين واللبنانيين واليمنيين ضد هذا التمدد الموجود، ثم إلى الحوزة الأكبر اللي هي إما على نطاق باكستان أو مصر أو تركيا. تركيا العثماني السني ضد الصفوي الإسماعيلي، هذا التاريخ يقول كلام مثل هذا، وبالتالي لابد من وجودهم في هذه المنطقة بطريقة أو بأخرى للتصدي للأطماع الإيرانية الموجودة. ولا تنسى أن العالم، طب هذه نقطة يعني إضافية دكتور، هذه نقطة إضافية، من الذي حرض مؤخرا طيلة المدة الفترة الماضية ضد تركيا وشيطنها ودعا إلى مقاطعتها؟ ومن حرض أيضا تركيا على مقاطعة الإمارات والسعودية؟ ومن الذي فعل ونشر أشياء كثيرة جدا؟ إذا راح نتكلم ما راح نخلص، ترى احنا نقدر ندين بعض الأشياء كثيرة. المهم أن عندنا الآن عدو مشترك، شلون نقدر نتعامل؟ بس من سيحارب من يا دكتور؟ هذه الحروب تدعو إليها ربما لقطع أيادي إيران، لكن من سيحارب من؟ يعني ماذا استفاد اليمنيون الآن؟ البعض يسأل أنه طولت كل هذه السنوات، ما الذي استفاد منه اليمنيون؟ فليتحرك اليمنيون طال عمرك، من منعهم؟ أنت شفت اليمنيين تحركوا ومنعنهم السلاح والذخيرة؟ وتحركوا وما زالوا يتحركون وقدموا الكثير من الشهداء. نعرفهم ربعنا ونعرفهم طال عمرك، لكن ألم يحارب اليمنيون طيلة هذه السنوات ويقدم الشهداء يا دكتور؟ عن اللي ساكتين طال عمرك، عن اللي ساكتين، احنا جايين نقاتل معاك ما نقاتل بالنيابة عنك. وبالتالي إذا القضية قضية تمويل وتسليح وتنظيم، احنا قادرين على هذا الأمر، ونتفق على مبادئ معينة حتى لو اختلفت السياسات الموجودة، لكن عندنا عدو مشترك. حتى بالتمويل والتسليح، وخلينا هنا نأخذ رأي أستاذ ياسين التميمي، حتى بالتمويل والتسليح ألم يحرم الجيش اليمني من تمويل وتسليح؟ يعني كثيرا ما نسمع أنه أعطوا الجيش اليمني التمويل والتسليح اللازم يحسم الأمور عسكريا ويحرر صنعاء بفترة وجيزة. هذه قضية يعني شغلت اهتمام الشارع اليمني طيلة الفترة الماضية. حرم هذا الجيش مما يستحقه أو مما يحتاجه من, 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 من معدات لكي يواصل القتال بكفاءة ويتحول من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، حرم من ذلك تماما، وهذا كان جزء من استراتيجية التحالف. التحالف يتبنى منهجية تقوم على فكرة تحييد الجيش وإثنائه وإخراجه من المعادلة. هذا الأمر وفقا لمعلومات دقيقة يعني أصبح جزء من التزام التحالف، لا يريد هذا الجيش أن يكون الأساس الذي أو العمود الذي تقوم عليه السلطة المقبلة. ولهذا رأيت التحالف يقيم يعني ينشئ تشكيلات عسكرية من خارج السلطة الشرعية ويمنحها الأسلحة الفتاكة والنوعية، القوات المشتركة في الساحل الغربي، قوات العمالقة، الألوية، ألويات الحزام الأمني، النخب، قوات الدفاع الآن اللي أعيد تسميتها من جديد في كل من حضرموت وشبوة. هذه القوات منحت كل الأسلحة اللازمة من التحالف، والهدف منها هي أن تكون بديلا للجيش الوطني. مقاربة التحالف كارثية في الواقع. لو أنه عمل طيلة الفترة الماضية على تقوية دور الجيش، وكان بإمكانه أن يشرف بنفسه على إعادة هيكلة هذا الجيش، ليطمئن أن أفراد هذا الجيش يمثلون كل اليمن، كل الأطياف، أو على الأقل أن هذا الجيش لا يمثل طيفا سياسيا وليس متأثرا بالسياسة. كل هذا كان يمكن تحقيقه والتأكد منه، لكن يعني إذا توفرت إرادة المضي بالمعركة إلى نهايتها، ونهايتها لا يمكن إلا أن تكون طرد الحوثي وإنهاء أثره العسكري والسياسي من الساحل اليمني. إشارة مهمة، خليني أسألك عنها.
طيلة 7 سنوات لم تتوفر إرادة لدى التحالف للقضاء على الحوثيين؟ نعم، بل أن الحوثيين في مرحلة من المراحل استدعيوا لممارسة دور وضغط استراتيجي وعسكري على الشرعية. أقول له هذا كان في أغسطس آب 2019 عندما شهدت عدن انتفاضة، ثم تحرك أفراد من الجيش باتجاه عدن، وكادت عدن أن تسقط من يد المجلس الانتقالي والإمارات، فتدخل الطيران الإماراتي، فكانت ردة الفعل من التحالف أولا دعوة الانتقالي والحكومة إلى مفاوضات في جدة وخلق مسار سياسي موازي الهدف منه تشتيت جهود السلطة الشرعية، ثم تبنى التحالف نهجا قام على فكرة الضغط على مأرب، لأن هذا الجيش تحرك من مأرب، بمعنى أن مأرب كان لديها نفس، كانت القوات الحكومية على مشارف صنعاء. مأرب بعيدة عن الضغط العسكري من قبل الحوثيين، لهذا سمح للحوثيين بأن يتقدموا باتجاه الجوف باتجاه مأرب ويتقدموا بسهولة، ثم سمح لهم من سمح لهم؟ التحالف سحب كل الأسلحة النوعية في مأرب، كان هناك مدافع كبيرة جدا وكانت تساهم في المعارك، سحبت بالكامل، سحبت منصات صواريخ الباتريوت، سحب التحالف كل ضباطه وعساكره بشكل نهائي من مأرب، بقي فقط ضباط اتصال في أماكن محددة يروحون ويعني يذهبون. وبناء على كل هذا وصلنا إلى مرحلة قصف الإمارات. خلينا الآن الجوف التي سلمت للحوثيين منها بحسب تصريحات الإمارات تنطلق الصواريخ، هذه كارثة كبرى في الحقيقة. دكتور ناصر، كلام مهم للأستاذ ياسين التميمي، كيف تعقب عليه؟ يعني اليوم وربما الدليل بهذه البساطة. نعم تفضل. ما أعتقد أن الطرح بهذه البساطة، ما ابن علي عبد الله صالح هو قائد قوات العمالقة، والجيش اليمني الشمالي كان ولاء لعلي عبد الله صالح ومجموعاته، واليمن مش كتلة واحدة، هي عدة كتل، حاشد وبكيل وقبائل أخرى موجودة، وتقسيمات فرعية وتقسيمات حتى على مستوى الإقليم مثل حضرموت وباقي الأماكن الموجودة. واليمن أنا في نظري الآن لحد 1994 هو يمنان، يمن شمالي وجنوبي، ولا يكون تجمع بينهم. وأيضا العالم العربي سمح للأسف الشديد لعلي عبد الله صالح باحتلال اليمن الجنوبي، هذا احنا كلنا نعرفه. المبدأ الآن بأن احنا بالرغم من كل هالأخطاء الموجودة احنا نعتقد ان احنا ممكن نسوي شيء افضل، وبان ما نضرب به الان من الجوف كما يقول زميلي احنا ممكن نسترجعها مره اخرى، ونتقدم بقوه الى الحديده وندعم اخواننا في شبوه وفي مأرب وفي اماكن كثيره، لكن الان القرار الاخوان اللي قاعد يقاتلون على الجبهه الموجوده. في نظري انا لا يمكن احد يحرر بلدي غيري، انا صاحب الارض، انا اللي قاتل، انا اللي دافع عنها. الآن هذا الحوثي إذا غير قابلة شعبيا فلتتحرك الأمة ضده، فلتعلن هذا الأمر، خلينا نشوف احنا التحرك الحقيقي على الأرض. اترك عنك المؤامرات والخطط وغيره وفلان جاب فلان وعلان، الشعب اليمني صاحب الحضارة والتاريخ يعلن بوضوح أن لا مكان الحوثي موجود داخله، وإحنا مستعدين ندعمهم بكل وسيلة ممكنة، لكن أن نقاتل بالنيابة عنك وانت ساكت وقابل فيه هذا لا يمكن قبوله. بس دكتور ناصر، ألا ترى بأنه دكتور يعني هناك أمور حدثت حتى مؤخرا، بما أنك أشرت للواء العمالقة، انظر ماذا فعل، غير مسار المعارك عندما شارك بزخم ثم توقف وأعلن إعادة التموضع. وهنا التساؤلات، يعني كلما كأنه هناك خطوط مثلا مرسومة لكل طرف ممنوع أن يتجاوزها، حتى زحف الحوثيين على مأرب، يضربهم الطيران وهم لا يمتلكون غطاء جويا إلى حدود معينة ثم يكتفي بذلك، كأنه هناك خطوط مرسومة. خلينا ننتقل إلى شيء آخر، ما ودنا نلعب دور الضحية والخطوط الطول والعرض ومحدد لك هني وتضرب هني وتنسحب من هني، هذا كله مصالح دول. خلينا نتكلم عن مصالحنا احنا اليمنيين، شنو مصالحنا ببقاء الحوثي، شنو مصالحنا في تسلط إيران علينا، وشنو مصالحنا بالسكوت عنه، وشنو مصالحنا نوقف مع فلان ضد فلان. احنا أصحاب الأرض، احنا لازم نحرر الأرض. في كل بيت في على الأقل 4 قطع سلاح موجودة في كل بيت يمني، في قبائل جبارة، ليش لم تتحرك ضد الحوثي؟ الحوثي كم عددهم أصلا يعني مقابل 30 مليون يمني، وينهم؟ ليش ما تحركوا؟ ليش ما سووا شيء؟ ليش اليمن الجنوبي قاعد يتحرك واليمن الشمالي قاعد كما هو؟
ليش؟ طيب لا كلام خطير هذا الدكتور، خليك أستاذ ياسين، أنتم كما يمنيين تتحملون مسؤولية عدم حسم الأمور ضد الحوثيين طيلة هذه الفترة. هذا خلط أوراق مرفوض، والآن سيضطرني أن أقول له بأن 3/4 حرب التحالف في اليمن كانت ضد الشعب اليمني لمنعه من استعادة دولته ونظامه الجمهورية التعددي الديمقراطي الاتحادي. هذا الهدف هو الذي أظهر هذه الحرب بهذه العبثية وهذه الكارثية. الشعب اليمني الذي قال أنه لا يمكن أن يتحد، رجع لك يا دكتور رجع لك، الشعب اليمني الذي قال أنه لا يمكن أن يتحد، الشعب اليمني موحد، الشعب اليمني موحد، الذي فرقه الفساد السياسي والمال النفطي، المال النفطي هو الذي أحدث كل هذا الخراب في اليمن. دكتور ناصر بس خلينا نرجع لك يا دكتور، سأعطيك المجال تفضل. المال النفطي هو الذي أحدث كل هذا الخراب في اليمن، الاستقطابات التي مولتها السعودية هي التي أحدثت كل هذا الخراب في اليمن، ولا زالت حتى تصدير القاعدة جاءت من السعودية. بناء القاعدة يعني معهد دماج أنتج كوارث، معهد دماج يعني الآن الكتائب السلفية التي تراها اليوم. ألا تظلم التحالف بهذا القول؟ يعني انظروا إلى كل الدعم الذي قدم خلال السنوات الماضية. لم هذا الدعم، هذا الدعم عبثي، هذا الدعم عبثي. كيف عبثي؟ بكل ما تعني الكلمة من معنى. إذا 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 ألم يحسم معارك عديدة ويساهم باسترجاع أراضي شاسعة؟ ذهب إلى الحديدة وتركها. أنا أريد أن أسأل سؤال، لماذا انسحب التحالف من الحديدة؟ لماذا أوزع أو عزى لتشكيلاته القتالية التي لا تتبع السلطة الشرعية بالانسحاب القسري من الحديدة، من منتصف مدينة الحديدة، ثم عاد ليشكو بأن الصواريخ والأسلحة تنطلق من ميناء من الحديدة ومن موانئها؟ أريد أن يعني سؤال، لماذا هذا الانسحاب؟ ثم برر أن هذا الانسحاب جاء من أجل خلينا نسمع إجابة الدكتور. لا لا لحظة هناك شيء لابد من التأكيد عليه. الشعب اليمني موحد، الحديث عن حاشد وبكيل كل هذا الكلام لا معنى له. الشعب اليمني ترك هذه المسألة منذ وقت مبكر. أنا في تقديري أن الشعب اليمني اليوم يحتاج إلى مساعدة من أجل استعادة دولته، وقدمت الجسام في محاربة إيران وأذرعها. عليهم أن يختاروا بين يمن مفكك سيفتح المجال لتدخل قوى إقليمية ودولية كثيرة، وبين يمن متحد وقوي ومتكامل مع جيرانه وسيكون مغلقا في هذه الحالة ضد كل أشكال النفوذ الإقليمي والدولي الآخر الذي لا يتفق مع مصالح المنطقة ولا الأمة. دكتور ناصر لك حق التعقيب على أستاذ ياسين، وأريد أن أسألك أيضا، الآن بعد وصول الموس إلى رقبة الإمارات، أليس من الأجدى إجراء مراجعة واتخاذ قرار حقيقي بالحسم ضد الحوثيين؟ طبعا هذا هو المنطق وهذا هو العقل الموجود، بس أنا ودي أرجع شوية لسؤال أخوي ثم يعني إجابة عليه، ثم نرجع إلى قضية قطع رقبة الحوثي مش الموس على رقابنا. القوات وصلت إلى بناء الحديدة، ثم صدر قرار من ما يسمى بمبعوث الأمم المتحدة والتدخلات الدولية وغيره، ولو أنا كنت قائد الميداني والله لن أسمع حرفا واحدا من الأوامر اللي صدرت، وراح أستكمل مشواري وحرر الحديدة غصبا على ممثل الأمم المتحدة الموجود. وأنا واحد من الناس من زمان طالبت ولازلت أطالب بطرد جريفيث من الأمم المتحدة من كممثل لنا في الأمم المتحدة، وهذا هو نفسه اللي جاب لنا بطيارات الأمم المتحدة الإيراني، السفير الإيراني اللي تم قتله حسن إيرنو. زين بالتالي يعني المسألة واضحة، أنا أعتمد على من؟ على الأمم المتحدة؟ والله ما سألت عنها. على من؟ على الممثل البريطاني والأمريكي اللي يفرض إرادته علي؟ والله ما سألت عنه. يبقى من آخر اعتبروا أنها مؤامرة كبيرة، وقولوا المال النفطي وغير مهم، المال النفطي اللي كان يساعد اليمن ولا احنا غلطانين؟ منو اللي بنى اليمن؟ منو صنع فرص العمل؟ منو اللي سوى كل هذا؟ منو اللي حاربكم اصلا في اليمن؟ احنا ما حاربناكم، احنا جزء منكم وانتم جزء منا، انتم اصلنا. من قال ان اليمن يمن واحد؟ اليمن يمنين، عمره ما راح يكون يمن واحد. اليمن الشمالي غير عن الجنوبي بالتفكير وبالتعبير وبكل شيء. اليمن يمنين دكتور؟ نعم اليمن يمنين، لحد 1994 هو اليمن الشمالي والجنوبي، وتم احتلاله رسميا بعلم الامم المتحده وجامعه الدول العربيه ودول مجلس التعاون من قبل علي عبد الله صالح، اللي وقف ضدنا في امور كثيره. الا ترى يا دكتور انه هذا الذي اصلا افاد الحوثيين وجعلهم يستمرون كل هذه المده والان يصلون الى مرحله قصف الامارات؟ طب هذا قد يكون احد الاسباب، لكن المبدا القضيه اكبر اخوي. من 79 ناس تشتغل، من 79 ناس تدرب،
وتحطهم تفكهم عقائديا وفكريا وتدريب عسكري وتمويل، هذا كله كان موجود. احنا وين طول هالوقت هذا؟ يا ما تكلمنا ما في حد سمعنا. الان الامر واضح، اذا السكين على رقابنا لازم نقطع رقبه الحوثي مباشره. اي صاروخ يطلع 10 بداله لازم ينزلوا على راسه، لازم يعرف ان الله واحد. اذا ضرب منشاه نفطيه اقطع النفط على العالم، ما احنا محتاجين النفط هذا، خله خل العالم يئن. العالم هذا اذا قطعنا عنه في بقيق لو وقفناها بس وقفنا الانتاج لفتره معينه، العالم هذا كله راح يتحرك ضمن مصالحنا. من قال الكلام هذا؟ يبقى العالم كله مبني على شنو؟ لا كلهم يحبوننا ولا ميتين فينا. لا، يبقى القضيه قضيه مصالح، نحافظ على مصالحنا. خلنا نروح حق شيء ابعد، اليمني اللي يقول انا ضحيه. ما هو هذا الغريب يا دكتور، الاستهتار الان العالمي والامريكي خاصه بامن الخليج، يعني استهتار غريب. يبقى هذا بايدن امتداد لاوباما، واوباما كان واضح وعنده الربيع العربي وعنده اشياء كثيره، احنا عارفينه. ابشرك بعد، ابشرك، شفت هذا الاتفاق اللي قاعد يصير الان في فيينا وفي اماكن اخرى؟ والله العظيم سيكون نسخه طبق الاصل مع شويه تحسينات على الاتفاق السابق اللي صار. وراح تشوفه، وبيني وبينك الزمن، وايران مو بس تصنع، تمتلك القنبله الذريه. هذه المساله منتهيه. يبقى لا نطولها معاهم، الحرب يجب ان تنقل في عقر دارهم كما نقولها في عقر دارنا، ولا نطلب ولا نستجي من احد كما صنع الايراني. هذه القنبله نستطيع احنا بعقولنا بسواعدنا العربيه الموجوده داخل اوطاننا او المهاجره في صناعتها، واذا ما نفع احنا اللي مولنا برنامج الفضاء اللي يسمونه القنبله النوويه الباكستانيه. جاء الدور على الباكستان اليوم يدفع الثمن لنا مقابل وقوفنا معاه على اللي احنا سويناه. وقاعد اقول لكم من الان الدور طيب. المصري لازم يكون واضح وبكل قوه في هذه المساله. ما نبي الامور مموهه، لا، نبي يكون واضح في هذه القضيه. وقضيه اخرى اكبر ايضا، الدور التركي والشراء للدرون التركيه. انا اقول لك طال عمرك، شفت هذول اللي واقفين التشيك بوينتس؟ لا، خليني الموضوع التركي راجع له الموضوع التركي دكتور ناصر، ارقم على وتكرم استاذ ياسين. الدرون حاضر، بس اوصل لك هذه طال عمرك، احنا محتاجين الدرون كشبكه كامله فوق الاراضي والسماوات اليمنيه الموجوده. اذا فيهم رجل يتحرك، هذه الطائرات المسيره اللي تطير لمده يوم كامل قادره على ضرب اي صاروخ واي درون. لا، بدي اسالك حولها، طول بالك دكتور هذه مساله مهمه. خليك استاذ ياسين، بعدما وصل الموس الى رقبه الامارات، هل الاراده التي تحدثت عن غيابها طيله السنوات الماضيه ستتوفر الان؟ هل اتخذ قرار او سيتخذ بحسم الامور هذه المره بشكل نهائي مع الحوثيين، او انه التحالف اصلا غير قادر على هذا؟ التحالف قادر، وشركائه المحليين قادرون على هزيمة الحوثي وطرد إيران من اليمن. تفاءلنا كثيرا، ويجب أن تعرف أن القصف الإمارات كان رد فعل على التطورات العسكرية المدنية التي تفاءلنا إزاءها كثيرا. جاء المتحدث باسم التحالف إلى شبوة وقال وأطلق ما تسمى بعملية تحرير اليمن السعيد، ثم وكان ذلك إشارة بأنه هذا الأمر تم بعد أن تم طرد الحوثيين من المديريات التابعة لمحافظة شبوة المحسوبة على الجنوب. وعندما جاء المتحدث باسم التحالف كان لا تزال إحدى المديريات تشهد تواجد الحوثيين وهي مديرية عين، ومع ذلك أطلق تسمية جديدة وقال هناك معركة اسمها معركة تحرير اليمن السعيد. دخلت قوات العمالقة ولم يكن هناك تنسيق واضح بينها وبين قوات الجيش الوطني، وهذا كان مدروس. خلينا عن اليوم أستاذ ياسين، اليوم الحوثي يدافع عن نفسه بدعاية يقول فيها أنه أنا أتعرض والشعب اليمني يتعرض للحصار وللقصف وللقتل، قصفوا جنائزنا وأعراسنا وأطفالنا، والآن أنا أرد على عدوانهم بقصفهم أثناء تواجد رئيس الكيان الإسرائيلي في أحضانهم، أنا أريد أن أعيدهم من الحضن الإسرائيلي إلى الحضن العربي. هذه هي الدعاية الحوثية اليوم يا أستاذ ياسين. طبعا الدعاية الحوثية هذه تنطلي على بعض السدج. الحوثي جزء من المنظومة الإيرانية، المنظومة الإيرانية تتخادم مع الصهاينة، وأنا أعتقد أنه ما من أحد يخدم الصهيونية والمشاريع الإسرائيلية أكثر من إيران ومنظومتها. انظر مثلا سوريا التي تدمر اليوم على رؤوس أبنائها، من تستهدف؟ تستهدف الغالبية العظمى من سكان سوريا، من الشعب السوري العربي المسلم. أنا لا لا لا, لا أتبنى تسمية سنة وشيعة، أنا مسلم وشيعة. فضرب سوريا المسلمة، ضرب سوريا المسلمة من يخدم؟ يخدم الإسرائيليين. طيب حزب الله عندما استولى على جنوب لبنان
وانسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ليظهر حزب الله على أنه البطل الذي حرر الشريط الحدودي. متى حدث ذلك؟ بعد أن طرد المقاتلون الفلسطينيون من لبنان الذين كان هدفهم العودة إلى فلسطين. لكن خليه بالله خلي الموضوع اللبناني على جنب. من سمح بهذا الانتفاخ لحزب الله وأن يصل إلى ما وصل إليه يا أستاذ ياسين؟ أليس التقصير العربي أيضا؟ يعني خلي الملف اللبناني على جنب حتى لا يجب أن آخر. لا اليوم التقصير العربي دحين. لماذا نرى هذه الأخطاء الكارثية من قبل السعودية، الإمارات، الكويت؟ هذه دول مرتبطة بالمنظومة الأمريكية. هذه دول للأسف الشديد بالرغم من أنها تمتلك إمكانيتها هائلة لتتصرف كدول مستقلة قوية وفاعلة، إلا أنها رضيت على نفسها أن تتحول إلى دول تابعة. ما الإيران استفاد من الميليشيات يا أستاذ ياسين؟ الإيران استفاد من الميليشيات ومن حزب الله وحكم عواصم عربية اليوم، بينما دول عربية حاربت هذه المكونات الأساسية داخل المجتمع، حاربت المكونات الأساسية وأنشأت محاربة، أنشأت منظومات إعلامية. أما إيران استفادت من هذه الميليشيات، أنشأت منظومات إعلامية معادية للأمة وسلمتها للشيعة. القنوات التي تعمل من دبي لو أجريت إحصائية على موظفيها من إداريين وإعلاميين ستجد أن معظمهم من الشيعة. كان هذا جزء من مخطط أمريكي ونفذته السعودية والإمارات بحذافيرها، بل أن الكويت أيضا وعمان وقطر والجميع ذهب، خصوصا في عهد إدارة أوباما كان الجميع يخاف. للأسف الشديد هؤلاء لا يحتاجون لتقديم كل هذه التنازلات، يعني ليسوا معزولين عن شعوبهم. الحكام، أنا أقصد الحكام، ليسوا معزولين عن شعوبهم حتى يقدموا كل هذه التنازلات. هناك تفاهم بين العائلة الحاكمة في هذه الدول وبين شعوبها، في نهاية المطاف هي شعوب صغيرة، ومع ذلك تقدم كل هذه التنازلات. فهي تتحمل جزء كبير من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في منطقتنا. دكتور ناصر، الآن الحوثي من خلال يعني تبريره لقصف الإمارات كما نسمع يقول لك أنه أنا أدافع عن الشعب اليمني بعد كل الاستباحة التي حصلت كما يصفها، وبالعكس أنا أيضا أثناء تواجد رئيس الكيان الإسرائيلي في الإمارات أنا أضرب الإمارات وأضرب الكيان الإسرائيلي بهذه الطريقة. هذه الدعاية الحوثية اليوم أليست يعني ألا تلقى صدى في عالمنا العربي بتقديرك دكتور ناصر؟ أنا بالنسبة لي يعني أجدها دعاية تافهة وسخيفة وما لها أي معنى، لأن من يوجد في الحضن الإيراني لا يمكن يحاول أن يرجعنا إلى ما يسمى بالحضن العربي، لأن احنا أصلا عرب وما عندنا مشكلة بهذا الأمر. هذه واحدة. اثنين، قضية أن احنا مسؤولين عن التشتت العربي وغيره، هذا أنا أعتقد أن خلط الأوراق، وحرام أن احنا نظلم بهذه الطريقة خاصة من أخوي اليمن. يعني أنا مؤمن إيمان قاطع بأن التقاء المصالح الإيرانية والإسرائيلية ضد المصالح العربية موجود من زمان، يعني مو شيء جديد، تاريخ يقول هذا الكلام من زمان. ما في عدو دخل العالم العربي إلا وقف مع الفارسي ضدنا، احنا عارفين الكلام هذا. لكن المبدأ أن نخلط الأوراق وأن نقول أن هناك يعني منتجات ومحطات وغيرها وتسمى شيعية، يعني احنا ما عندنا الطرح هذا. احنا عندنا منتجات وطنية فيها سني وفيها شيعي، فيها من أصل إيراني فيها من أصل عربي، لكن وفق منظومة واحدة، منظومة الأمن لكل دولة. ولا يمكن يتطاول شخص على فئة أو طائفة أو غيره داخل منظومة دول التعاون ويمر بدون عقاب، سيعاقب أيا كان اسمه وصفته. النقطة الأخرى، نحن والله من ضمن المنظومة الأمريكية. طيب يعني اليمن ما كان من ضمن المنظومة الأمريكية ولا أنا غلطان، خاصة الشمالية، الجنوبي كان مع كوبا ومع الاتحاد السوفيتي وغيره. هذا شيء طبيعي في العلاقات الدولية الموجودة، وكنا سابقا واليمن على رأسنا كان منظومة محمية بريطانية، وهذا الأمر موجود، إحنا ليش ننكره؟ خاصة اليمن الجنوبي. وبالتالي الطرح طال عمرك يعني أكبر وأعمق من إن إحنا والله نقول إحنا ضمن المنظومة الأمريكية. لا، إحنا منظومة العالم هذا كله، والقائد هو للأسف الشديد والولايات المتحدة، وعندنا دول ثانية أكبر قوة وأكثر عزم. لكن هل من دلالة دكتور لقصف الإمارات أثناء تواجد رئيس الكيان الإسرائيلي هناك؟ أنا بالنسبة لي يعني أجد تحصيل حاصل. يعني إيش اللي فعلته؟ أنت تبي الدلالة الحقيقية؟ إذا فيهم رجل في طهران أو الموالين لهم في العراق أو في سوريا أو في اليمن يطلقون طلقة واحدة على إسرائيل، هذا الحوثي شوفه، إذا هو رجل خلي يطلق الآن صاروخ واحد على إسرائيل نفس المدى، إذا هو رجل خلي يسويها،
وراح نشوف شو يصير فيه. احنا قاعد نقول اذا انت فعلا ضد العدو الاسرائيلي ليش تقاتل اخوك العربي والمسلم؟ يوم انت يعني عندك غاريه الموت لامريكا. تمام وصل الدكتور، خلينا اختم معك بنصف دقيقه. هل يمكن لتعاون عسكري مع تركيا بالطائرات المسيره، هل يمكن لهذا الخيار ان يفرض سلاما في اليمن؟ طال عمرك انا اقول لك من الان احنا محتاجين الى قواعد تركيه ودائمه ومصالح مشتركه بيننا وبين تركيا، وصولا الى المناطق الحره لاختراق سواء الاقتصادات الايرانيه او العراقيه او خدمه دول مجلس التعاون وغيرها للتصدير. احنا محتاجين الى قواعد عسكريه دائمه، محتاجين الى اتفاقيات دفاع بيننا وبينهم، محتاجين الى الاسلحه التركيه بكاملها تصنع وتنقل التكنولوجيا لنا بما فيها طائرات الدرونز البرقدار وغيرها. احنا محتاجين هذا كله، ومحتاجين ان احنا نوثق علاقاتنا اكثر مع دول مجلس التعاون ومع العالم العربي على راس مصر، وايضا فيما بيننا وبين باكستان وبيننا وبين منظومه اخرى اكبر سواء كان الاتحاد الاوروبي او بريطانيا او امريكا تحت واحد، اما احنا العرب احنا مصلحتنا فيما بيننا، والثانيه المصالح المشتركه بيننا وبين كافه دول العالم اللي موجوده، له مصالحه ولنا مصالحنا، لكن في المقام الاول يجب ان نبقى. غير هذا عقيدتنا القتاليه، عقيدتنا في بناء الامن الاستراتيجي مالنا بيدنا لا بيد غيرنا، وبالتالي سنقاتل دفاعا عن ارضنا وعن عرضنا، ولا يمكن نقبل ان نكون دول مجتاحه كما تم اجتياح العراق او سوريا او لبنان او اليمن من قبل عدو ايراني ومن لف لفه من العرب الخونة اللي واقفين معاه او من الخلايا الارهابيه والتجسسيه اللي قاعد تخدم مصالحه. وانا ادعو دولنا الى اعاده النظر في امور كثيره، بالتجمعات السكانيه، بالسياسات السكانيه، بالناس الموجودين معانا، سياسات الهجره والتجنيس والاقامه والاستثمار وغيرها، وحركه نقل الاموال والاستثمارات من والى دوله العدو الايراني الموجوده. واذا فينا خير يجب ان نعلن اول قرار طرد كافه السفراء الايرانيين ورفع العلم الاحوازي واعتبار الاحواز دوله عربيه يرفع علمها في منظومه دول مجلس التعاون هي مع اليمن، وترفع في جامعه الدول العربيه. هذا هو الاصل. هذا افهم منك انك تدعو بكلمه دكتور، افهم منك تدعو انت لتحالف مع تركيا بديلا عن ايران والكيان الاسرائيلي، تدعو دول الخليج لمقاطعه العدو الاسرائيلي وايران وتمتين التحالف مع تركيا، هذا هو البديل، شبكه الامان. من قال لك ان احنا في تحالف بيننا وبين العدو الايراني او العدو الاسرائيلي؟ من قال لك؟ يعني هناك علاقات متطوره الان بين الامارات تحديدا والكيان الاسرائيلي. كيف هذا رايه؟ احنا قاعد نقول حق يعني شيء ثاني. كيفهم؟ احنا نحترم وجهات النظر. كاهي تركيا مقيمه علاقات مع اسرائيل، شو ما قلتوا له شيء. في دول كثيره مقيمه علاقات مع العدو الاسرائيلي، كيفهم؟ احنا نتكلم على المبدا، عن احنا وين مصالحنا؟ خلونا نطبقها. شكرا دكتور، الحديث تتم. دكتور ناصر، العالم مع القوي مش مع الضعيف. دكتور ناصر المصري المحلل السياسي الكويتي، شكرا لك. اختم معك استاذ ياسين بما تريد. هل تركيا يمكن ان تكون بديلا بتحالف بشبكة أمان يفرض السلامة في اليمن بالتعاون مع السعودية والإمارات؟ أنا أعتقد أنه هذه وجهة النظر هذه مقبولة ومطروحة، ولكن لا نريد أن نستدعي معاونا حربيا، تركيا كمعاون حربي، نريد أن نستدعي تركيا كشريك استراتيجي شامل على كافة المستويات، وحدة مصالح شاملة تضع تركيا في سياقها الطبيعي كدولة ضامنة في المنطقة، دولة متكاملة من حيث المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية مع البلدان العربية. لا يمكن أن تخترق هذه الشراكة بأي شكل من الأشكال، هذا ما نتطلع إليه. شراكة تتوزع فيها الكلفة بين هذه الدول وبين تركيا، لا تكون هذه الشراكة موجهة ضد أحد، لكن تكون ضمانة كافية وحصانة استراتيجية للمنطقة في مواجهة الأطماع أيا كان مصدرها. شكرا جزيلا أستاذ ياسين، وكل علاقة مع الكيان السرطاني الإسرائيلي مدانة ومرفوضة على كل حال. شكرا جزيلا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، شرفتنا في استديو التاسعة. شكرا لكم مشاهدينا، دمتم في أمان الله.